السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد اضطرابات الغدة الدرقية من المشكلات الصحية الشائعة، حيث يعاني نحو 12% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من هذه الاضطرابات، وخاصة النساء أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالرجال، ويزيد الخطر مع التقدم في العمر. اليوم سوف نستعرض معكم في هذا الفيديو علامات مبكرة قد تدل على قصور وفرط نشاط الغدة الدرقية. الشعور بالضيق والإرهاق. أكثر أعراض قصور الغدة الدرقية شيوعا هو الشعور بالإرهاق والتعب، وذلك لأن الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية يتحكم في مساويات الطاقة ويسبب الكسل وعدم القدرة على التركيز في العمل والشعور بأرق وصعوبة في النوم. تغيرات في الوزن. عندما تنخفض مستويات هرمون الغدة الدرقية تقل الحركة بسبب الإرهاق، فيبدأ الجسم في تخزين المزيد من السعرات الحرارية كالدهون بدلا من حرقها، حتى وإن كان المريض لا يحصل على المزيد من السعرات الحرارية. وبحسب الدراسات فإن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية الذي تم تشخيصه حديثا يكسبون ما بين 15 إلى 30 كيلو في السنة الأولى. أما من يعانون من فرط نشاط هرمون الغدة الدرقية فيفقدون الوزن بصورة أكبر على الرغم من قلة الشهية لديهم، وذلك بسبب سرعة عملية الأيض لديهم. أعراض تصيب الأسنان. شاعت خلال الفترة الأخيرة بعض الأمراض الناجمة عن اضطراب في أداء الغدة الدرقية، وتعتبر الأسنان من أكثر أجزاء الجسم تأثرا باضطراب إفرازات الغدة الدرقية، وهو ما يستدعي اهتمام طبيب الأسنان، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المعالج للغدة الدرقية لدى المريض الذي يزور عيادة الأسنان. الشعور بالبرد الزائد. في حالة قصور الغدة الدرقية ينخفض معدل الأيض في الجسم وتقل عملية حرق السعرات الحرارية نتيجة انخفاض هرمون الغدة، مما ينتج عنه شعور الشخص بالبرودة أكثر من الأشخاص الآخرين، ويحدث ذلك لدى ما يقرب من 40% من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض هرمون الغدة الدرقية. أما في حالة نشاط الغدة الدرقية فيفرز هرمون الغدة الدهون البنية التي تزيد من سخونة الجسم عن المعتاد، ويحدث سرعة في عملية الأيض وارتفاع معدل حرق السعرات الحرارية. تغيرات في البشرة. اضطراب هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يسبب تورم وحكة وجفاف في الجلد، وذلك بسبب حدوث تغير في خلايا الجلد بسبب قصور الغدة. الاكتئاب. يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية انخفاض في مستوى الطاقة وتغير المزاج والشعور بالاكتئاب. مشكلة التركيز. يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على عمليات الإدراك، فيسبب انخفاض مستوى التركيز وتشتت في الانتباه. الإمساك أو الإسهال. يؤثر قصور الغدة الدرقية على صحة الجهاز الهضمي بطريقتين، الأولى هي أنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي، والثانية أنها تضعف العضلات التي تنقل القولون وتحرك البراز، مما ينتج عنه الإمساك المؤلم. أما فرط نشاط الغدة الدرقية فيسبب الإسهال المزمن نتيجة ضعف عضلات الجهاز الهضمي. تغيرات في الدورة الشهرية. يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها حدوث تغيرات في نزول الحيض وعدم انتظامه، فقد ينزل دم الحيض بغزارة في اليوم الأول ثم ينقطع في اليوم التالي، وهذا يشير إلى إمكانية حدوث مخاطر الإجهاض أو إصابة الجنين بالعيوب الخلقية لدى المرأة الحامل. ضعف العضلات والمفاصل. عند انخفاض هرمون الغدة الدرقية يقوم الجسم بتحطيم الأنسجة العضلية للحصول على الطاقة بدلا من الدهون، وبالتالي تقل قوة العضلات ويشعر المريض بالتهابات شديدة في المفاصل والعظام. تساقط الشعر. بصيلات الشعر مثل معظم الخلايا الذي ينظمها هرمون الغدة الدرقية ويسبب فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية تساقط في الشعر وتوقف إنتاجه الطبيعي، علاوة على أنه يمكن أن يتسبب في تساقط في شعر الحواجب والرموش. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.